السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس اليوم اللي حنتعرفوا فيه على طريقة التحويل من نظام العد الثماني اللي هو الأوكتال لنظام العد العشري اللي هو الديسيمال. سبق وتعرفنا في الدرس الماضي على طريقة التحويل من نظام الثنائي اللي هو الباينري إلى نظام العشري، وبنفس الأسلوب حنحوله من الثمانية للعشري، وأيضا حيكون بنفس الأسلوب في طريقة التحويل من نظام العد السادس عشر لنظام العد العشري. وإن شاء الله الدرس القادم حيكون على طريقة التحويل من نظام العد السادس عشر للعشري. كلهم متشابهين بس فيه اختلاف واحد بس من نظام لنظام، هو أم تنضرب العدد المراد تحويله في كل خانة فيه أم تنضربها في عدد معين. العدد هذا هو اللي حيتغير، يعني العدد هذا هو حيتغير لحسب نظام العد المراد التحويل منه. يعني احنا حاليا بنحوله من الثنائي للعشري، حنضربه في اثنين، حنضربه في 2 اس رقم 2 اس رقم. امتى حنحوله حاليا؟ مثلا في المثال في الدرس هذا حنتعرف على طريقة التحويل من نظام العد الثماني للعشري. يعني مثلا عندنا الرقم التالي اللي هو 206 بالنظام العد الثماني، نبغى نحوله للعشري. مثلا بحيجيك سؤال حتكون هنا فاضية، هو محتاج القيمة اللي حيتحول لها بالعشري، فحتى نحوله حناخده أول خانة اللي هي مثلا 2 حنضربوها في 8. لو تتذكروا ان في الدرس الماضي اللي هو كان من طريقه التحويل من نظام العد الثنائي للعشري، كنا نضربه في كل خانه من الخانات الموجودين في العدد اللي هو بالنظام الثنائي اللي هو يكون يا اما صفر يا اما واحد، نضربه فيه في 2، ما نضربوش فيه في 8. اما الاس فيكون نفس الاسلوب بتاع الدرس الماضي اللي هو طريقه التحويل من الثنائي للعشري، يكون الاس مساوي لعدد الخانات لتلي الرقم اللي انا حاليا نحول فيه. يعني مثلا انا حاليا اخترت 2 اللي هي اول خانه من اليسار، 2 ضرب 8 اس 2. علاش 2؟ لان 1 2 في خانتين بعدها، بعدها زائد حنديروا علامة جمع، صفر اللي هي تاني خانة ضرب 8، يعني ديما ضرب النظام اللي أنا حاليا نحول منه اللي هو الثماني. الأس يتغير، أس قد كم خانة بعد الخانة هذه؟ يعني حاليا في الخانة الصفر، كم في خانة بعدها؟ في خانة واحدة بس اللي هي خانة رقم 6، يعني 1. يعني صفر ضرب 8 أس 1 زائد آخر خانة اللي هي 6 ضرب 8 أس 0. علاش؟ أنا ما عادش في أي خانة بعد العدد هذا. نضرب 2 في 8 أس 2 أو اللي هي 8 في 8 اللي هي 64 زائد 2 ضرب 2. يعني احنا حنضرب 8 في نفسها بعدين حنضربها في 2، يعني 64 في 2 حطينا 128 زائد 0 ضرب 8 أس 1، 8 أس 1 تساوي 8، حنضربها في 0 حتساوي لنا 0 زائد آخر قيمة هذه اللي هي 6 ضرب 8 أس 0. أي عدد أس 0 يساوي 1، يعني 6 ضرب 1 تساوي 6. نجمع القيم الثلاثة تطلع لنا 134. يعني العدد هذا اللي هو 206 بالنظام الثماني مساوي او موازي للقيمه 134 في النظام العشري. ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالدرس هذا وكان بسيط بالنسبه لكم، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. وفي حاله في اي حد منكم عنده اي استفسار او اي سؤال تقدروا تراسلوني عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصه بي اللي حتكون في الديسكربشن او في صندوق الوصف. وايضا اذا عندكم اي سؤال او اي درس حابين نطرحوه في فيديو قادم يا ريت تحطوه في التعليقات. وموفقين جميعا والسلام عليكم.